أعلن مسؤول أمريكي كبير أن البيت الأبيض يشدد على ضرورة مواصلة أعمال تفتيش المنشآت النووية الإيرانية رغم إعلان واشنطن انسحابها من الاتفاق النووي الإيراني. وقال المسؤول: ننتظر من إيران المضي قدما في تطبيق البروتوكول الإضافي وفي التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في حال بقي الاتفاق قائما أم لم يبقى، إشارة إلى البروتوكول الإضافي لمعاهدة حظر الأسلحة النووية وإلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية. إلى ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن عمليات تفتيش مكثفة لا تزال مطلوبة، لافتا إلى أنه يجب أن نكون قادرين على الذهاب إلى قواعدهم العسكرية والتحقق منها.